فقط الاقتصاد اللي كان مهيمن على هذا الموضوع، يمكن اطلاع مصر بمسؤولياتها تجاه الجميع كان واضح جدا في خطاب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن أزمة الشرق الأوسط وما يحدث في الشرق الأوسط وما يؤثر ده على الدول الموجودة في الشرق الأوسط. إزاي كان كلام سيادة الرئيس في هذا الموضوع وكيف تم استقباله من قبل الدول الحاضرة؟ يمكن بالتأكيد يعني القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص على أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة في حديث الدولة المصرية في كل المحافل الدولية والإقليمية. طب. وبالتالي وجدنا في الخطاب الخاص بجلسة أمس الخاص ببريكس بلس كان السيد الرئيس حريصا أن تكون القضية الفلسطينية في مستهل الكلمة المصرية. طب. وبالتالي تحدث السيد الرئيس هنا عن الثوابت المصرية في هذه القضية وهذا هو ما اعتدنا عليه، وأيضا تحدث عن تأثيرات الأوضاع في الشرق الأوسط على أيضا اقتصاديات الدول في المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل عام وبالتبعية طبعا على دول بريكس ودور أيضا هذا التجمع في أيضا أن يكون له دور في دعم اقتصاديات المنطقة في ظل هذا الأمر الصعب للغاية على الصعيد الأمني والاستقرار الإقليمي. وبالتالي القضية الفلسطينية حاضرة، وأيضا لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفلسطيني على هامش القمة بيؤكد هذا المعنى أن هناك اهتمام مصري، يعني هذا يدركه الجميع، يعني ما تقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية لا يحتمل المزايدة ولا يحتمل حتى يعني المزيد من الشرح والتفصيل لأنه يعني واضح للعيان. واضح للعيان بالتأكيد، يعني خطوات عملية وإجراءات على الأرض وجهود حتى للوساطة في هذه اللحظة الصعبة التي يعني بتعصف بالأمن الإقليمي ما زالت مصر متمسكة بجوهر القضية. وإصرار الدولة المصرية على الحديث بالأمس عن القضية الفلسطينية حتى في ظل تشتت الصراعات، وهذا المصطلح كان في حديث السيد الرئيس، فكرة التشتت الإقليمي أو التشتت في الصراعات الحادث الآن في المنطقة، لأنه بالفعل ما يحدث في الإقليم من تشتت للجبهات، من تفرع للجبهات، من محاولة تصدير للرأي العام أن هناك صراعات أخرى بعيدة عن الصراعات أو الصراع الأساسي ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول الوضع الراهن، ولفت أنظار دول العالم لصراع ربما آخر ليس له علاقة بجوهر القضية، أمر خطير ويهدد مستقبل القضية الفلسطينية. وبالتالي مصر دائما تعيد أنظار العالم لجوهر القضية. عليكم أن يعني تجدوا حلا شاملا وعادلا للقضية الفلسطينية حتى يهدأ الإقليم، لأن هذه هي القضية المركزية والقضية التي لا ترتب عليها أيضا يعني حل عادل أو استقرار للإقليم. وبالتالي كانت أيضا هذه القضية حاضرة في لقاءات السيد الرئيس على هامش القمة، سواء طبعا مع الرئيس الصيني، مع الرئيس الروسي، مع الرئيس الإيراني، مع طبعا الرئيس الفلسطيني وغيرهم من القادة ورئيس جنوب أفريقيا. ويمكن لقاء السيد الرئيس مع يعني رئيس جنوب أفريقيا أعتقد أنه هو كمان ليه خصوصية، يعني لأن الخطوات الأفريقية هنا أيضا يعول عليها. نعم مصر رائد عربي وتقود العمل العربي، ولكن أيضا على الصعيد الأفريقي مصر موجودة طبعا وتقود العمل الأفريقي مع الشركاء الأفارقة في أيضا دعم القضية العربية، لأن طبعا جنوب أفريقيا كان لها دور مهم في محكمة العدل الدولية ومصر طبعا ساندت هذا الدور وأثرت هذا الدور وانضمت سريعا لأن تنضم إلى هذه القضية، وأصبحت أيضا بجانب جنوب أفريقيا لمناصرة القضية الفلسطينية على الصعيد الأفريقي.